تامبر يوسف انا بحبه كتير، بلاقيه تامبر عريض وحلو، ولكن اليوم ما بعرف شو كان بيه يوسف، بس ما حسسني انه هو واثق اصلا باللي هو عم بغنيه، كان من ناحية المغنى او من ناحية افلاته او الركوز بالمغنى والثبوت. صوته مش كتير مرتاح، ما بعرف اذا هذا الشيء عابر او لازم ينشغل اكتر، على ينشغل الصوت اكتر تهو كمان ياخد فيه ثقة اكتر تقدر يغني اريح، وما قطع للإحساس يلي لازم تقطعه هيك غنية أبداً. انا اللي حسيته بيوسف عم بيسمع متيلته، ما الاحساس غايب، بس حد هالشي في صوت كتير كبير، يمكن اكبر صوت موجود بالاكاديمي هو، بس ما في شي ظاهر، بده شغل تكنيك مزبوط تيبين الصوت. وبيتي انت الشغل صفى عندك. يعني هالغنية بالذات قد ما فيها تكرار كلها جملتين، المفروض يكون الواحد متمكن وبيرقص رقص بصوته، جاي هو عم بنقيها وهو جامد، يعني ثلاث مرات بيقول لمين زد شي، بيرجع بعيدهم لمين زد شي، واضح انه عنده مشكلة بالتواصل، اول شي بينه وبين حاله، بعدين بينه وبين صوته، بعدين بينه وبين الآخرين. عنده صوت أكيد، عنده شكل كتير حلو، من أحلى الشباب الموجودين عندنا كشكل، وعنده صوت قوي، ما بعرف ليش عم بسمع تسميع، يعني مثل ولد صغير، مثل كان عمره 5 سنين تقيله غني، وكان وجهه مش مرتاح، ما بعرف شو بيه، أنتوا بتعرفوا أكتر مني، ما بعرف إذا هلأ منه مرتاح، بس أنا أكيد إنه مروره اليوم ما كان موفق قد ما لازم، قد ما صوته حلو، يعني مروره أقل من صوته بكتير بكتير، عم يغني هيك كأنه عم يحكي حكي، يعني عم بخبرنا خبرية مش عم بغني. كان يعني هي الفكرة أنه ما حسيته عم بغني، عم بيسمع الأغنية، وبفتكر إن قالت هيدي القصة فعلا في مشكلة بالنسبة للحضور وللتواصل مع الجمهور، علما انه فعلا شكله لذيذ وشاب حلو وصوت في صوت، ولكن المشكلة هي مشكلة تواصل ومشكلة احاسيس، يعني كأنه ما في ولا اي احساس باللي عم بيقوله، ولما نكون الغنية فيها هالقد تكرار لازم كل جملة تعطيني إحساس مختلف وتعبر لي، يعني تعطيني جو، ما خلق لي جو لما كان عم بيغني يوسف لسوء الحظ. أنا بالنسبة لي يوسف كان عم يعمل سولفاج مش عم بيغني، شو مدام ماري؟ عم بيسمع النوتات، يعني مش غنى، بالغنى عندي نيانس، يعني عندي بدي أقوي بدي أخفف، نهاية الكلمة نهاية الجملة، هودي كلهم كانوا مش موجودين، حسيت أدائه فاضي، كيف بيقولوا نظرة فاضية فارغة، كان الأداء هيك، في تامبر بس ما في عندي أداء، ما في مغنى، هيدا اللي ناقصه ليوسف، وهيدا كتير بده شغل، لأنه الغنى هو كله تعبير، والتعبير هون كان مش موجود.